الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فيسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حفظه الله وأعانه ووفقه وسدد خطاه. كما يسرني أن أتقدم بخالص التهنئة بمناسبة هذا الشهر العظيم للشعب المصري كله وللأمتين العربية والإسلامية وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وللبشرية جمعاء، سائلا الله العلي العظيم أن يبلغ رمضان بكل أمن وأمان، وأن يعجل في هذا الشهر العظيم برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكل عام وأنتم جميعا بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.